أنا منتوج ضريبة على القيمة المضافة، علاش ما هضرتوش عليها؟ منتوج ضريبة على القيمة المضافة لم يعرف أي تغيير رغم الارتفاع ديال السكينة، رغم الارتفاع ديال المصاريف ديال الموظفين. من 2015 هذا المنتوج لم يعرف زيادة ولا وصل لشي واحد. وإلا قريت الميزانية الكلية والشمولية ديالها راه غادي تبين لكم بأن الميزانية غير متوازنة. علاش اللي غير متوازنة؟ لأن اعتمدنا على السرقية ديال المداخيل واعتمدنا على السرقية ديال المصاريف. ديالها كيحتوي على خمسة نقاط. النقطة الأولى المتعلقة بالدراسة والمصادقة على الميزانية، تم التصويت على الميزانية ديال السنة المالية 2020 بأغلبية الأعضاء الحاضرين فيما تم الرفض من طرف خمسة أعضاء. ما يميز الميزانية هذه السنة هو أنها غير متوازنة، وبالتالي كنتسناو باش نديروا قراءة ثانية إن شاء الله من بعد ما ترجع. من علاش هي غير متوازنة الميزانية؟ لأن اعتمدنا السرقية ديال المداخيل، ولكن عندنا المصاريف اللي كترتفع من سنة إلى أخرى. إلا هضرنا على المصاريف ديال الموظفين، هضرنا على الإنارة العمومية، وهضرنا على فوائد القرض الجماعي اللي عند الجماعة. من بعد انتقلنا لواحد النقطة ديال تحويل بعض الاعتمادات، واللي حتى هي تم المصادقة عليها بالأغلبية ديال الحاضرين، كانت المعارضة ديال خمسة الأعضاء. من بعد انتقلنا للنقطة الثالثة، وهي كما شفتوا هي اللي خدات نصيب الأسد من المناقشة ولقت الاهتمام ديال الحضور، وهي المتعلقة بالمراسيم اللي صدرت مؤخرا واللي كتهضر على الجامعة السلالية وأراضي الجامعة السلالية. وهنا تدخل السيد المحافظ وعطى بعض الشروحات، وخلص الجميع إلى ضرورة أن ينتقل رئيس المجلس بمعية رئيس المجلس النيابي إلى مديرية الشؤون القروية بالرباط لمناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها للتحفيز الفردي لذوي الحقوق.